السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. من جبال العلا نرحب بكم صباح يوم السبت الخامس من جماد الآخرة في تخييم في العلا. على الصخرة التي تسمى جبل الفيل. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الخالق المبدع. ما شاء الله، هذه منتزه شادن العلا. ما شاء الله، هنا مدخل القرية الأثرية بالعلا.
القصر المغفل أهله نعينا إليكم مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا بك في مسرحية ابن بطوطة، حيث الممثلين الأربعة، ممثل يضحك ويضحك معه، وممثل يضحك وسط المعمعة، وممثل تستأنس أن تسمعه، وممثل خلوق ما أمتعه. أهلا وسهلا ومرحبا بمن حبى ودبى وركب القليل، فقد أنرت المسرحية في زيارتك، فحيا وأهلا ومرحبا بك.